قناة الشروق، سفينة ستقود باحترافية عالية اسطول شبكة الشروق للإعلام والاتصال، نظراً لما تمتلكه من إمكانيات بشرية وفنية تجعلها جديرة بالتفوق والريادة في تقديم خدمات إخبارية وبرامجية متنوعة. المهنية العالية والتقنية المتطورة والكوادر المؤهلة عناصر تعمل بوعي كامل لتجعل الشروق رائدة في صحافة ما بعد النزاع في السودان والمنطقة أجمع. ولم تغفل الشروق خصوصية المجتمعات واحتياجات الجماعات التي ستعمل بلا هوادة لكسب ثقتها بصدق التناول وأمانة النقل. الشروق تبنت استراتيجية تجعلها جسرا للتواصل بين الداخل السوداني والعالمين العربي والإفريقي، وذلك من خلال تناولها للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية. وآلت الشروق على نفسها أن تكون مركزاً لتأهيل وتدريب الكوادر الإعلامية في السودان، وذلك عبر إرساء أسس علمية وعملية تكتسب بعداً وعمقاً بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في المجال. وعمدت الشروق للاستعانة بخبراء وأساتذة أجلاء في مجال الإعلام من داخل السودان وخارجه، سعياً لإنجاح مشروعها الإعلامي الوطني المتميز الكبير. وستولي الشروق نشاطها الإخباري والبرامجي في تفاعل إيجابي مع المتطلبات اليومية والتحديات الراهنة والمستقبلية بشفافية وموضوعية. وستباشر الشروق دورها بكفاءة واقتدار لكي تنبئ وتعلم وترفه، مستلهمة دور المرأة في بناء الوطن إلى جانب التداخل والتناغم في الصفات والأنماط السلوكية. بقلوب وعقول مفتوحة مؤمنة برسالتها، ستنفتح الشروق على البيوت السودانية ليعمل الجميع سوياً لأجل رفعة الوطن ونهضته المشهودة.